السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياح قوية وأمطار الخير تتساقط على منطقة الشاوية. الحمد لله على نعمة الله. اللهم سيبا نافعا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح القوية كان يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.